احنا بنقعد هنا كل يوم، بحب حاجات الدفن. احنا دايما بنتكلم انه مفيش حاجه هي الاساس، هي حاجات على بعضها بتكمل الصوره يعني. غيرت حاجات جذريه يعني. هلا اتفضلوا. هو ده الليفينج روم بتاعنا، عشان كده كنت حاطه البوسترز دي والبوسترز دي، كنت عايزه حاجات مختلفه، بس كنت عايزه كنبه سيمبل عشان ما تبقاش كتير كومفي اكيد. وحاجه الوحيده اللي علي جابها في الليفينج روم ده كله هو ده التي في. هو دايما يا جماعه كده الراجل اللي هو ده اللي مش عاجبها يحط التاتش بتاعه. لا سيمبل بزياده اللي عن اللزوم شويه. يس اوكي، حسيت ان الحته دي فاضيه بزياده. هو الفكره بس في ان دي ايكونيك وول. يس وي نيد تو بلاي اراوند شويه في الحيطه دي بالذات. بس دي عندك تشالنج رهيبه. يس يعني مثلا البيت لذيذ قوي، حلو قوي، تهزر كاركتر اكشلي. احنا بس هنلعب بقى واو. I love it بجد دينا، يعني مش عارفة اقول لك ايه. Impressive. لا حاسة ان انا رحت بيت جديد. انا اول ما جالي البريف عن اللي انت هتعمليه it was only the TV unit. اوكي. هم قالوا لي برنا متضايقة من التي في يونت. حسيت ان في شوية حاجات كده ايه هتكمل القصة. بس انت اشتغلتي على فول امبيانس مش بس. يس. عشان كده بقى زودنا شوية كوشنز، غيرنا الكيرتنز، وي ادد ذا جراي تاتش سنس ان انت عندك اوريدي بيج او يعني شوية كده، وزودنا برضو الجراي في الكوشنز مع تاتش اوف جولد. وي ادد سم اكسسوارز. شفتي الدفايه التحفه دي؟ دي احلى حاجه. لا 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 دي احلى حاجه بالنسبه لي. بلاك اكسنت كده مع الارت وركس بتاعتك اكشلي. انت عندك تو مودز اوف ارت وركس اللي هم بينك باين فيهم قوي والفريم اسود، عشان كده كان لازم يبقى فيه تاتش اوف بلاك. كمان اللي اتغير بقى مش عارفه انت واخده بالك ولا لا، ان اللايتنج بقى الكولر كان بالظبط كان كول بقى ورم كده شويه. خلاص انت شلتي بقى السنتر يعني يونت او قفلتي اللايتنج اللي في النص. عايزه اجرب لك دي. واو دي بقى انا اي ثينك نو انا لو منك هفضل انا هعيش على طول بقى. ماما ازاي؟ زي ما انتوا شفتوا نجحت دينا انها تبسط برنا. وشي ديد ا جريت جوب. مكاننا لما دخلناه الصبح it was completely different عن دلوقتي. برافو دينا. ثانك يو ثانك يو جايز.